اللي قتلوا لها ولدها اللي كان يخدم عليها ويصرف عليها اليوم كيفاش راكي تعيشي بلا بيه؟ شكون راه يصرف عليك؟ شكون راه قوليها لها. خاش دي فاش تسوي انسان عايش حيل وتقول كي عايش كيفاش غيتعيش حيل؟ تري تنطرح الاسئله ما برا الناس عارفه. وانا درت لهم لما قلت لهم ديروا لي لما خليني نروح نهض على ولدي بهرك بناجات اي باسكو هذا مسكين كان يخدم عليا وعيط لي ومسكين يقول لي انا ما نمشيش نروحي هكا هكا كاعكم راسك فيا ثاني خطا وصل هذاك هذاك اللي مات واحد الوقت وصل انا عيطت لها فيها قلت لها روح عندي للدار اللي قاعي ما عنديش حد جاي هذا اللي مات اللي كنت بغيت كنت غعيا ورواحهم هو ديجا كان مرمت هذا ما كانش عنده صباط ريحوا هادو ريحوا صاحبي ديجا ما كنت كنت غعيا ورواحهم هو ديجا كان مرمت في الدنيا يا امي خلينا نحبسوا عند هذه النقطه هذا الذي قتل عنده زوجه وعنده اطفال زوج بنات قلت له روح عندي قال لك ما عنديش واش نلبس باش ما عندهاش واش يلبس ها هي ها هي بلد البترول وها هي بلد الغاز وبلد مناجم الذهب وبلد السياحه والهوغار ها هي مواطن جزائري ما عندوش صباط باش يخرج من بيته لكن الشيخ هو كان يخدم على الام تاعو خدم وكان يخدم هما راهم يعني نفهموا يعني نفهموا انه راكي تطلبي اليوم ها انا بغيت تخدمي ما باش جيت هنا واه نطلب كنت عارف بلي كتخدمي تسوي نطلب وعايروني باسكو خدمت فهمتني علاش ملي كتمشي عندي بان دير عندي سما ما تخدمي خدمت سوبيريت فهمتني نهارش خدمت ما على بالها ما عييت ضرك ما يعطيكش نخدم صاي ما يعطيكش نخدم صاي من ابراهيم من ابراهيم من داك اللي حرك حاجه ما لقيتهمش تعبت عليهم غمت عليهم سوفريت عليهم ما تزوجتش عليهم انا ما حوس على قلت هما الدنيا تاعي شوفي هذا اللي ما تفتحي رمضة غير يفتحنا راه مازال دارش علينا العام رمضة كومبلي خدم وكلها وشربها كي لحق العيد عيد غير دوك زوج شيرات صغار هو ما لحقش باش عيد بس كي يشري عبايه قال لي ها عبايه انا 19 عام في عمري بس عبايه